ثلاثة أشياء لا يعرفها معظم الناس عن المسلمين في أمريكا. السكان المسلمون في الولايات المتحدة متنوعون بشكل لا يصدق. وفقاً لدراسة أجراها مركز بيو عام 2017، ولد 42% منهم في الولايات المتحدة و14% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و20% في جنوب آسيا والباقي في جميع أنحاء العالم. تجد بينهم أساتذة، مغني راب، كوميديين، شبان بيض بعيون زرقاء اعتنقوا الإسلام، مهاجرين تنزانيين ساحرين يأكلون المحاجب. سمي ما شئت، ستجد كل ذلك في أمريكا. المهاجرون المسلمون هم أكثر احتمالاً لأن تكون لديهم شهادة جامعية أو دراسات عليا مقارنة بالأمريكيين الآخرين. جاء الكثير منهم إلى الولايات المتحدة باحثين عن الفرص، وقد بذلوا أقصى جهودهم حتى يصبحوا أطباء، مهندسين، رواد أعمال، وحتى دبلوماسيين، على الرغم من أنهم لا يشكلون إلا 1% من إجمالي السكان، إلا أن المسلمين الأمريكيين أصبحوا من قادة مجتمعاتهم، كما أن تمثيلهم في صناعات السينما زاد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. يوجد حالياً 3 مسلمين في الكونغرس. هاجرت إلهان عمر إلى الولايات المتحدة كلاجئة من الصومال عندما كانت في سن المراهقة، وهي الآن تمثل ولاية مينيسوتا. وأندري كارسن الذي يمثل ولاية إنديانا منذ عام 2008 اعتنق الإسلام في التسعينيات. وأصبحت رشيدة طليب من ولاية ميشيغان أول امرأة من أصل فلسطيني في الكونغرس عام 2018.